هذه هي النتيجة النهائية أصدقائي كما ترون. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. اليوم سوف أشرح لكم كيفية إنشاء جرين سكرين أو البلو سكرين بمواد بسيطة. لا يوجد لدي أي توب أخضر أو أزرق، لذا فكرت فوجدت هذا ملف أوراق. هو رخيص، ثمنه في المغرب درهم فقط. ومن هو الذي سوف أستعمله في الشرح؟ سوف أقوم بوضع اللصاق عليه وأقوم بلصقه في الحائط. الآن سوف أقوم بوضع الغراء أو أي لاصق لديكم كما كان، وضعه على الملف، ثم أقوم بلصقه في الحائط هكذا، ولصق العديد منه، ثم وضع آخر بنفس الطريقة هكذا. في النهاية هذه هي النتيجة. فقط ما سوف تحتاجونه الآن هو الإضاءة. الإضاءة هي كل شيء، لذا سوف أشرح لكم كيف تنشئون إضاءة بسيطة. تقومون بشراء 3 من هذا، ثمنهم في المغرب 10 دراهم لوضع المصابيح. وسوف نحتاج أيضا إلى عصا مكنسة، 3 من عصا مكنسة سوف نحتاجها أيضا. وسوف نحتاج أيضا سطل صباغة أو أي شيء كان فارغ نملأه بالحجر أو الرمل، ثم ندخل فيه عصا المكنسة. من ثم سوف نربط هذا الذي اشتريناه بكابل الكهرباء، ثم نضعه في الكهرباء. ثم سوف نحتاج مصابيح أيضا. وهذه هي النتيجة كما ترون، إضاءة هنا، وأنا وضعت مصباح آخر هنا كي يضيء لي على وجهي، زائد إضاءة الغرفة. الآن سوف هكذا، هذه هي الإضاءة، وهنا الخلفية. الآن سوف أريكم النتيجة. هذه هي النتيجة النهائية أصدقائي كما ترون.